شوف حتى الآن في الخارج مثلا تجد أن بعض الناس عنده من الأموال وعنده من الأرزاق والوظائف والشيء الكثير، لكن ما بينه وبين الله علاقة طيبة، فتنتهي أموره بانتحار. يقول أحد الإخوة ذهب مرة يعالج في بريطانيا في أحد أكبر المستشفيات، يقول فجاء إلي الطبيب وفحصني، فكنت لابس ثوب وعمامة، قال لي أري مسلم؟ قلت نعم أنا مسلم. قال طيب أنا بسألك سؤال، عفوا يعني أنا سألت قساوسة وأطباء نفسيين وعلماء ما أحد جاوبني، ممكن جاوبني؟ تفضل. قال أنا عندي أموال كثيرة، وعندي صديقات، وعندي سيارة فارهة، وعندي فيلا، وعندي هالوظيفة اللي أنت تشوف شهادة عالية، ومع ذلك ما أسمع أن فيه مسرحية أو فيه فيلم أو فيه ملاهي فتحت أو فيه شيء إلا ذهبت وشاركت فيها، ومع ذلك لا أزال أشعر بضيق وضنك ما أدري كيف أتخلص منه. ممكن تدلني كيف أتخلص من هذا؟ شوف يا جماعة، كل ركائز النجاح عنده موجودة، مع ذلك لا يزال يشعر بضيق، لم ينجح. فقال لصاحبنا، قال أنا بسألك سؤال، قال إيش؟ قال الآن أنت لما تريد أنك تمتع عينك إيش تفعل؟ قال أنظر إلى منظر جميل أو إلى غروب شمس تتمتع عيني. قال طيب إذا أردت أنك تمتع أذنك إيش تفعل؟ قال إذا أردت أن يمتع أذني أستمع إلى موسيقى وأستمع وتتمتع أذني. قال طيب إذا أردت أنك تمتع أنفك إيش تفعل؟ قال والله أشم عطرا أو رائحة جميلة ويتمتع أنفي. قال طيب إذا أردت أنك تمتع فمك إيش تفعل؟ قال والله أشرب عصير وأكل كيكة وشوكولاتة وكذا ويتمتع فمي. قال طيب كويس، وصلنا إلى ما نريد. أنت الآن إذا أردت أنك تمتع عينك ليش ما تشغل موسيقى؟ قال لا يمكن، لأن هذه متعة خاصة بالأذن، طبعا هذا موسيقى على اعتباره هو. قال طيب إذا أردت أنك تمتع أنفك ليش ما تأكل كيك؟ قال لا يمكن، هذا خاص بالفم، لا يمكن يتمتع به الأنف. قال طيب إذا أردت أنك تمتع عينك ليش ما تشم ورد ولا تشم طيب؟ قال لا يمكن، هذا خاص بالأنف. قال طيب كويس، أنت الضيق الذي تشعر به والهم الذي تعاني منه، تعاني منه وين؟ في أذنك، في عينك، في أنفك، في فمك، وين تعاني منه؟ قال في الحقيقة أنا أعاني منه في صدري، في قلبي. قال طيب لماذا لا تبحث عن المتعة الخاصة بالقلب وتأخذها؟ بدل ما أنت الآن الضيق عندك في الصدر، وأنت في الحقيقة قاعد تمتع عينك وأذنك وفمك وأنفك، ليش ما تبحث عن المتعة الخاصة أساساً بالقلب بالصدر وتأخذها مباشرة، ما تتعب نفسك؟ قال والله يا أخي إنك صادق فعلاً، كيف أستطيع أني أمتع قلبي؟ قال لصاحبنا تمتع قلبك أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا قلت كذا تمتع قلبك. وقف البريطاني هذا قال له يعني أدخل في الإسلام؟ قال وليس لك خيار آخر، no choice، ما في له الخيار، تدخل في الإسلام ولا بتستمر المشكلة هذه عندك في داخل قلبك. فقال لا، قال عطني كتب وأنا أبحث الموضوع وأفكر إلى آخره. فأنا أقول يا جماعة